7 أشهر من التحضيرات المتواصلة بكامل ولايات الجزائر من أجل أعداد أفضل لحجاج البقاع المقدسة. 36,800 حاج جزائري سيتوجهون لأداء مناسك الحج هذا العام، تمكنوا من تلقي دورات تدريبية من خلال قافلة الحج المبرور التي جابت كافة الولايات لشرح مناسك هذه الشعيرة المقدسة. ويأتي مؤتمر الحج المبرور الذي ينظمه الديوان الوطني للحج والعمرة تتويجاً لمختلف الحملات التوعوية والتحسيسية التي تم تنظيمها لفائدة الحجاج الجزائريين. كل أيام السنة هي تحضير للحج، كل أيام السنة وهي مسارعة لتعظيم شعيرة من شعائر الدين. سنة كاملة ومختلف القطاعات ومختلف الوزارات تتسابق لإرسال وبعث المبادرات تلو المبادرات، هذه المبادرات التي نقف اليوم على واحدة منها. يسعى الجميع أيها الأحبة أن يذلل لكم استيعاب ضيوف الرحمن، هو أن ييسر لكم هذه الرحلة الميمونة أيها الحجاج. كل هذه القطاعات وهذه الجهود ليس لها من غاية إلا غاية واحدة فقط، هي أن ترفعوا علم بلدكم عالياً. في هذا المؤتمر عبر الجزائريون عن عمق أشواقهم وفرحهم بزيارة بقاع الله المقدسة والتمتع بمناسك الحج الذي طال انتظاره. إنها أشواق الحج بدأت تغمرنا من هذا المكان بهذا الاصطفاف بهذه اللحمة، إنها لفتة طيبة وسانحة كريمة أن نلتقي في هذا المؤتمر البهيج الذي هو بمثابة الحج المصغر في أشواقه وأخلاقه في لحمته في حبه وتواده بين الحجاج. مؤتمر الحج المبرور تحت شعار الحج أشواق ومشاق أخلاق وأرزاق هو آخر محطة قبل توجه الحجاج الجزائريين إلى البقاع المقدسة لتحضيرهم نفسياً وعملياً. مؤتمر الحج المبرور الذي أردناه أن يكون احتفائية كبيرة للارتقاء بمستوى تنظيم الحج، ها نحن ذا نختتم فعاليات التكوين والتحسيس التي كانت على مستوى مختلف التلفزيونات والإذاعات الوطنية والتي استمرت على مدار 7 أشهر كاملة، تلقى خلالها حجاجنا الميامين عبر وسائل الإعلام وعبر الحملات الجوارية فيضا كبيرا من حملات التوعية والتحسيس. ها نحن نختتم هذه الفعالية على بركة الله بمؤتمر الحج المبرور. فرحانة كي خرجت في القرعة، فرحت بزاف بهذا الحج وما يصحش لانبورت، ما يصحلوش، وكي عطاه لنا ربي الحمد لله أنا فرحانين به، وإن شاء الله ربي يقبل حجنا ونروح إن شاء الله بخير ونولوا بخير ونصيبوا وليداتنا إن شاء الله بخير. رحلة والحج رحلة مشاق تحدوها أشواق الرحمة والمغفرة الإلهية والقبول، تسعى كل الجهات وكل حاج وحاجة إلى أدائها على أكمل وجه، فهي رحلة العمر، فعساها حجا مبرورا إن شاء الله.